سبب فيها أخطاء تحكيمية بحتة. جاب الكرة خطا قدام وماجد تلعب بالنظر. يا سلام الهدف الأول سجله ماجد أحمد عبد الله. سجله ماجد أحمد عبد الله بالرأس المتخصص في التعديلات أو في الضربات الرأسية. سجل ماجد أحمد عبد الله بعد 30 دقيقة هدف السعودي الأول من خطأ. قوة ثانية تفرز الخطأ وإذا ماجد طلع وحطه في أقصى